من هو كمال أتاتورك الذي عمل على علمنة وتحديث تركيا؟ كان مصطفى كمال أتاتورك المولود سنة 1881 والمتوفي سنة 1938 قائد الحركة التركية الوطنية السياسية العسكرية، كان ضابطا في الجيش العثماني، أسس جمهورية تركيا المستقلة من أنقاض الإمبراطورية العثمانية المنهارة، فخدم كأول رئيس لتركيا منذ عام 1923 وحتى وفاته. في تلك الفترة قام بإصلاحات سرعان ما أدت إلى علمنة وتحديث البلاد، وتحت قيادته تقلص دور الإسلام في الحياة العامة بشكل كبير، وظهرت القوانين التي سنت على النمط الأوروبي، وتم إلغاء مكتب السلطان، وفرض متطلبات جديدة في اللغة واللباس. حياته المبكرة. ولد في مدينة سالونيكي اليونانية والميناء الحيوي للإمبراطورية العثمانية باسم مصطفى. كان والده علي رضا ملازما في وحدة عسكرية محلية خلال الحرب الروسية التركية في الفترة ما بين 1877 و1879. أما والدة مصطفى أتاتورك زبيدة هانم فقد جاءت من مجتمع زراعي من غربي سالونيك، مما يشير إلى أن عائلته كانت من طبقة متوسطة. كما كان لهذا الزعيم التركي المستقبلي عيون زرقاء وشعر ناعم على الرغم من قوله إنه منحدر من الأتراك البدو، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أنه ذو أصول بلقانية على الأرجح. توفي علي رضا عندما كان كمال مصطفى في السابعة من عمره. لقد كان له تأثير كبير على تطور شخصية ابنه. عند ولادته علق علي رضا سيفه فوق مهد ابنه، أي أنه كرسه للخدمة العسكرية. كما رأى علي رضا أن تعليم ابنه الأساسي يجب أن يكون في مدرسة علمانية حديثة بدلا من المدرسة الدينية التي كانت تفضلها زبيدة هانم. بهذه الطريقة وضع علي رضا ابنه على طريق التحديث، وهذا هو الأمر الذي شعر مصطفى دائما بأنه مدين لأبيه فيه. بعد وفاة علي رضا انتقلت زبيدة هانم إلى مزرعة شقيقها خارج المدينة، لكن قلقها أن مصطفى قد لا ينال تعليمه اللازم، أعادها إلى سالونيك حيث التحق بمدرسة علمانية كانت ستعده لمهنة بيروقراطية. هنالك سحر مصطفى بالزي الرسمي الذي يرتديه الطلاب العسكريون في حيه، فصمم على الدخول في السلك العسكري. وعلى الرغم من اعتراض والدته تقدم مصطفى لامتحان قبول المدرسة الثانوية العسكرية سنة 1893. في المدرسة الثانوية تلقى مصطفى لقب كمال بمعنى الشخص المثالي من معلمه في مادة الرياضيات، فعرف بعد ذلك باسم مصطفى كمال. في سنة 1895 تقدم إلى المدرسة العسكرية في ولاية مونستير الآن بيتولا في شمال مقدونيا، وهناك كون العديد من الصداقات الجديدة والأصدقاء المقربين، بما في ذلك علي فتحي أوكيار الذي سينضم إليه لاحقا في إنشاء وتطوير الجمهورية التركية. بعد إكمال تعليمه التحق مصطفى كمال بالكلية الحربية في إسطنبول سنة 1899. تمتع بالحرية والتطور الذي قدمه إليه صديقه وزميله الجديد علي فؤاد باشا في المدينة. كان هناك قدر كبير من المعارضة السياسية تلوح في أجواء الكلية الحربية، جلها موجهة ضد استبداد السلطان عبد الحميد الثاني. بقي مصطفى كمال بعيدا عن هذه الأجواء حتى عامه الثالث في الكلية، عندما شارك في إنتاج صحيفة سرية تم الكشف عن أنشطتها وتورط كمال، لكنه قد سمح له بإكمال الدورة التدريبية وتخرج برتبة ملازم ثاني في عام 1902 بعدما احتل المرتبة الأولى بين طلاب الدورة البالغ عددهم أكثر من 450 طالبا. ثم التحق بكلية الأركان العامة وتخرج في سنة 1905 برتبة رئيس أركان حرب في المركز الخامس من فئة فيها 57 ضابطا. فكان أحد الضباط الشباب البارزين في الإمبراطورية، وقد أرسل كرئيس الأركان إلى الجيش الخامس القائم بالعاصمة دمشق بعد التخرج من أجل التدرب. وهناك كان له دور رئيسي في صفوف المدفعية والفرسان وسلاح المشاة وقمع الثورات في المنطقة. خلال الحرب العالمية الأولى التي بدأت في 28 يونيو من سنة 1914 تحالفت الدولة العثمانية مع ألمانيا والنمسا والمجر. بحلول هذا الوقت كانت الإمبراطورية القديمة قد فقدت معظم أراضيها تقريبا في أوروبا وإفريقيا. علاوة على ذلك فإن ثورة الشباب التركي سنة 1908 قد جردت السلطان من سلطته الاستبدادية،
وبشرت بحكم العصر البرلماني. في عام 1915 ظهر تمييز مصطفى كمال أتاتورك طوال حملة شبه جزيرة جاليبولي التي دامت حوالي السنة، والتي ساعد فيها على منع قوة كبيرة من القوات البريطانية والفرنسية من الاستيلاء على إسطنبول، وسرعان ما تم تلقيته من عقيد إلى عميد وأرسل للقتال في شرق تركيا وسوريا وفلسطين. مات ما يقدر بنحو 1.5 مليون أرميني، وطرد آخرون أثناء الحروب وفي أعقابها، لكن مصطفى كمال لم يكن ذات صلة بارتكاب تلك الإبادة الجماعية. بموجب معاهدة سلام عقابية بعد الحرب وقعت في أوت سنة 1920، جردت قوات الحلفاء الإمبراطورية العثمانية من جميع المحافظات العربية، كما وفرت لأرمينيا المستقلة وكردستان التمتع بالحكم الذاتي، ووضعت اليونان مسؤولة عن المنطقة المحيطة بمدينة سميرنا أو ما يسمى بأزمير حاليا، وأكدت السيطرة الاقتصادية على ما بقي من بلد صغير. ومع ذلك كان مصطفى كمال أتاتورك قد نظم حينها حركة استقلال مقرها أنقرة، وكان هدفها إنهاء الاحتلال الأجنبي للمناطق الناطقة باللغة التركية ومنع تقسيمها. حكمت حكومة السلطان في إسطنبول على مصطفى كمال بالإعدام غيابيا، لكنها فشلت في منعه من زيادة وتعزيز الدعم العسكري والشعبي له، إضافة للمساعدة المالية والعسكرية من روسيا السوفيتية، ما مكنه من سحق قوات الأرمن في الشرق وإجبار الفرنسيين والإيطاليين على الانسحاب من الجنوب. ثم وجه انتباهه إلى اليونانيون الذين تسببوا في فساد منطقة سكن الأتراك خلال مسيرتهم التي وصلت لمسافة 50 ميلا من أنقرة. في شهري أوت وسبتمبر من سنة 1920، وبوجود مصطفى كمال على رأس الجيش، أوقف الأتراك التقدم اليوناني في معركة سكاريا، وفي أغسطس من العام التالي شنوا هجوما لكسر الخطوط اليونانية، ما أجبرهم على تراجع كامل على طول الطريق إلى مدينة إزمير على ساحل البحر الأبيض المتوسط. سرعان ما اندلع حريق في هذه المدينة، ما أدى إلى جانب أعمال النهب والشغب التي مارسها الجنود الأتراك إلى حصد الآلاف من الأرواح السكان اليونانيين والأرمن، وتم إجبار ما يقارب من 200 ألف منهم على إخلاء مساكنهم واعتلاء متن سفن الحلفاء القريبة، ومنذ ذلك الحين لم يعودوا أبدا. هدد مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك بمهاجمة إسطنبول التي كانت تحت سيطرة القوات البريطانية وقوات الحلفاء الآخرين. بدلا من القتال، وافق البريطانيون على التفاوض على معاهدة سلام جديدة، وأوصلوا دعوات وأرسلوا دعوات إلى كل من حكومة السلطان في إسطنبول وحكومة مصطفى كمال في أنقرة. ولكن قبل أن يبدأ مؤتمر السلام، أصدرت الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة قرارا يعلن أن حكم السلطان قد وصل إلى نهايته. فر السلطان العثماني الأخير من قصره خوفا على حياته في سيارة إسعاف بريطانية، ثم تم توقيع معاهدة سلام جديدة في سنة 1923، والتي اعترفت بدولة تركيا مستقلة. وفي شهر ديسمبر من نفس العام، أعلنت الجمعية الوطنية الكبرى جمهورية تركيا، وانتخبت مصطفى كمال أتاتورك كأول رئيس لها. قبل أن يصبح رئيسا للبلاد، وافقت اليونان على إرسال حوالي 380 ألف مسلم إلى تركيا في مقابل أكثر من 1 مليون مسيحي أرثوذكس يوناني في الوقت نفسه. وفي ظل حكم مصطفى كمال، استمر التهجير القسري للأرمن، على الرغم من أن تركيا أصبحت الآن مسلمة بشكل معتدل تقريبا، إلا أن مصطفى كمال ألغى الخلافة الإسلامية وأعلن علمانية الدولة، كما أغلق جميع المحاكم والمدارس الدينية، وحظر ارتداء الحجاب في أوساط موظفي القطاع العام، وألغى وزارة قانون الشريعة والمؤسسات الورعة، ورفع الحظر عن الكحول، واعتمد التقويم الجريجوري بدلا من التقويم الإسلامي، فجعل يوم الأحد يوم عطلة بدلا من يوم الجمعة، كما غير الأبجدية التركية من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، وفرض أن يكون النداء للصلاة باللغة التركية بدلا من العربية، وحتى منع ارتداء الطرابيش. بذلك شرع مصطفى كمال في إصلاح بلده، وكان هدفه هو إدخال تركيا في القرن العشرين. كانت أداته هي حزب الشعب الجمهوري الذي تشكل في أوت 1923 ليحل محل جمعيات الدفاع عن الحقوق التركية. تجسد برنامجه في السهام الستة للحزب، وهي الجمهورية والقومية والشعبية والإحصائية والعلمانية والثورة، إذ كان المبدأ الرئيسي هو وجود حالة ثورة دائمة، وهذا يعني استمرار التغيير في الدولة والمجتمع.
ألغيت الخلافة في 3 مارس 1924 بعدما أطلق السلاطين العثمانيون لقب خليفة المسلمين على أنفسهم منذ أوائل القرن السادس عشر. وقد تم تفكيك المدارس الدينية في نفس الوقت، أما المحاكم الدينية فجرى إلغاؤها في 8 أبريل سنة 1925. كان ارتداء الطربوش ممنوعا، فارتدى الأتراك القبعات على الطريقة الغربية. انطلق مصطفى كمال في جولة خطابية تثقيفية جال بها في الأناضول، وارتدى خلالها قبعة على الطراز الأوروبي كمثال يحتذى للشعب التركي، لدرجة أن مواد صنع القبعات في إسطنبول وأماكن أخرى كان قد نفذت في وقت قصير. وفي نفس العام تم حظر المنظمات والأخويات الدينية. تبنت حكومة مصطفى كمال أتاتورك سياسة الاكتفاء الصناعي، واعتمدت قوانين جديدة مبنية على النماذج الأوروبية، وقال أمام جمهوره في ديسمبر 1926: العالم المتحضر يتقدم علينا كثيرا، ليس أمامنا خيار سوى اللحاق بالركب. بعد 8 سنوات طلب من جميع الأتراك اختيار لقب له، حينها جرى اختيار لقبه أتاتورك أو أبو الأتراك الذي سيرافقه إلى الأبد. بحلول ذلك الوقت كانت حكومة أتاتورك قد انضمت إلى عصبة الأمم، وحسنت مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، وأعطت النساء الحق في التصويت. وبذلك وبتلك الفترة تمتعت البلاد بديمقراطية وانفتاح كبيرين، رغم أنه كان يفرض حكم الحزب الواحد بشكل أساسي. كما أغلقت بعض الصحف المعارضة وقمعت منظمات العمال اليساريين، ووقف في وجه أي محاولات كردية للاستقلال. شجع زواج مصطفى كمال أتاتورك في عام 1923 من امرأة نالت تعليمها في الغرب وهي لطيفة هانم. رغم طلاقهما في سنة 1925، شجع عملية تحرر المرأة جنبا إلى جنب مع إطلاق عدد من القوانين المساعدة والداعمة لهذه القضية. في ديسمبر 1934 حصلت النساء على التصويت لاختيار أعضاء البرلمان، وأصبحن مؤهلات لشغل المقاعد البرلمانية. بين عشية وضحاها تقريبا تم تجاهل نظام الشريعة الإسلامية بأكمله. فمن فبراير إلى يونيو 1926 تم اعتماد القانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي والقانون التجاري الألماني بالجملة. ونتيجة لذلك تعزز تحرير المرأة بإلغاء تعدد الزوجات، وأصبح الزواج عقدا مدنيا، وتم الاعتراف بالطلاق كحق مدني. بعد أن استقر بتركيا داخليا ووضعها على طريقة التحديث، سعى أتاتورك إلى تطوير سياسة بلاده الخارجية بطريقة مماثلة. فقرر أولا وقبل كل شيء أن تركيا لن تتابع في أي مطالبات بأراضيها السابقة باستثناء التضمين النهائي لمنطقة إسكندرونا، والتي آمن أنها أدرجت ضمن الحدود التي وضعها الميثاق الوطني. قام بتسوية الأمور مع بريطانيا العظمى في معاهدة موقعة في سنة 1926، ودعت تركيا إلى التخلي عن مطالبها فيما عرف بقضية الموصل مقابل الحصول على حصة 10% من النفط المنتج في المدينة. سعى أتاتورك أيضا إلى المصالحة مع اليونان، وتحقيق ذلك من خلال معاهدة الصداقة الموقعة في ديسمبر 1930. تم تبادل مواطنين أقليات على كلا الجانبين، والاتفاق على ترسيم الحدود وإنهاء المشاكل العسكرية، والوصول للمساواة البحرية في شرق البحر المتوسط. لم ينجز هذا البرنامج الطموح للتحديث القسري دون توتر وإراقة للدماء. ففي فبراير 1925 رفعت أكراد في بعض المناطق جنوب غرب الأناضول لواء التمرد باسم الإسلام والمطالبة بما اعتبروه الحقوق القومية للأكراد. استغرق الأمر شهرين لإيقاف التمرد، ثم شنق زعيمه الشيخ سعيد بيران في يونيو 1926. تم اكتشاف مؤامرة أدارها العديد من السياسيين الساخطين لاغتيال أتاتورك، وتمت محاكمة 13 من زعمائهم وإعدامهم. كانت هناك محاكمات وعمليات إعدام أخرى، لكن في ظل حكم أتاتورك كانت البلاد تتجه بثبات نحو الدولة الحديثة بالحد الأدنى من القمع. كان هناك إجماع كبير بين النخبة الحاكمة حول أهداف المجتمع، ورغم تحقيق الكثير من أهدافه هذه، رغب الكثير من الأتراك في رؤية نظام أكثر ديمقراطية. فجرب أتاتورك في سنة 1930 إنشاء حزب معارض بقيادة زميله القديم علي فتحي، ولكن نجاحه الفوري والسريع تسبب في إيقاف أتاتورك له.
ابتعد أتاتورك في سنواته الأخيرة عن الشعب التركي والتزم قصر بهجر في إسطنبول الذي كان في السابق المقر الرئيسي للسلاطين وتم تجديده، حيث قضى معظم وقته هناك شرب الخمر بكثرة في الفترات الأخيرة مما أدى إلى تدهور صحته، ولم يتم تشخيص إصابته بمرض تليف الكبد إلا بعد فوات الأوان. تحمل ألم الأشهر الأخيرة القليلة من حياته بهمة كبرياء راسخ، وتوفي في 10 يناير من سنة 1938 في قصره. كانت جنازته الرسمية محل لموجات الحزن الهائلة من الشعب التركي، ثم نقل جثمانه عبر إسطنبول ومنها إلى أنقرة حيث مثواه الأخير. أتاتورك موجود في كل مكان في تركيا، صورته موجودة في كل منزل ومكان عمل وعلى البريد والشيكات البنكية، كلمات محفورة على المباني الهامة يدعي السياسيون الأتراك بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي أنهم ورثوا عباءة أتاتورك، لكن لا أحد منهم كان يقابل اتساع رؤيته وتفانيه والتزامه. فهل سيعيد التاريخ مثل هذا الشخص الفريد لهذه القبعة الجغرافية، البقعة الجغرافية عفوا، التي هي في حاجة له في مثل هذا الزمن؟